الأصحاح الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي أيضا. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا لما قلت لكم أنا ذاهب لأهيئ لكم مكانا. ومتى ذهبت وهيأت لكم مكانا أرجع وأخذكم إلي لتكونوا حيث أكون. أنتم تعرفون الطريق إلى حيث أنا ذاهب. فقال له توما: يا سيد، نحن لا نعرف إلى أين أنت ذاهب، فكيف نعرف الطريق؟ أجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يجيء أحد إلى الآب إلا بي. لو كنتم عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن أنتم تعرفونه ورأيتموه. فقال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. فقال له يسوع: أنا معكم كل هذا الوقت، وما عرفتني بعد يا فيلبس. من رآني رأى الآب، فكيف تقول أرنا الآب؟ ألا تؤمن بأني في الآب وأن الآب في؟ الكلام الذي أقوله لا أقوله من عندي، والأعمال التي أعملها يعملها الآب الذي هو في. صدقوني إذا قلت أنا في الآب والآب في، أو صدقوني من أجل أعمالي. الحق الحق أقول لكم، من آمن بي يعمل الأعمال التي أعملها بل أعظم منها، لأني ذاهب إلى الآب. فكل ما تطلبونه باسمي أعمله، حتى يتمجد الآب في الابن. إذا طلبتم مني شيئا باسمي أعمله. إذا كنتم تحبوني عملتم بوصاياي، وسأطلب من الآب أن يعطيكم معزيا آخر يبقى معكم إلى الأبد. هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعرفونه، لأنه يقيم معكم ويكون فيكم. لن أترككم يتامى، بل أرجع إليكم. بعد قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني، ولأني أحيا فأنتم ستحيون. وفي ذلك اليوم تعرفون أني في أبي، وأنكم أنتم في مثلما أنا فيكم. من قبل وصاياي وعمل بها أحبني، ومن أحبني أحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. فقال له يهوذا، وهو غير يهوذا الأسخريوطي: يا سيد، كيف تظهر ذاتك لنا ولا تظهرها للعالم؟ أجابه يسوع: من أحبني سمع كلامي فأحبه أبي، ونجيء إليه ونقيم عنده. ومن لا يحبني لا يسمع كلامي، وما كلامي من عندي، بل من عند الآب الذي أرسلني. قلت لكم هذا كله وأنا معكم، ولكن المعزي وهو الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي سيعلمكم كل شيء، ويجعلكم تتذكرون كل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت لكم أنا ذاهب وسأرجع إليكم، فإن كنتم تحبوني فرحتم بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. أخبرتكم بهذا قبل أن يحدث، حتى متى حدث تؤمنون. لن أخاطبكم بعد طويلا، لأن سيد هذا العالم سيجيء، لا سلطان له علي. ولكن يجب أن يعرف العالم أني أحب الآب، وأني أعمل بما أوصاني الآب. قوموا نذهب من هنا.